انا بدي افهم انت ليش حامل تلفون. هاي الكلمة بحكيها يوميا 5-6 مرات، ليش؟ كمل الفيديو بتفهم القصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف وهي قناتي مذكرات ممرض، بتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء، فإذا عجبك العنوان خليك معنا للآخر ولا تنسى الهاند واشنج، البس الجلافز، البس الماسك وتعال أفهمك شو السلافة. بعض الناس بيرفع ضغطك من كثر الأسئلة تبعه، الأسئلة التي تنم عن إنه إنسان ما بده يساعد نفسه. أنا ما بحكي عن إنسان بيسألك عن شغلة أنت الوحيد في الدنيا اللي بتفهم فيها وهو عمره ما سمع فيها، أنا بحكي عن إنسان بيسألك عن معلومة موجودة في كل الدنيا، مكتوبة في كل الكتب، بيعرفوها كل البشر، مرمية في النت على كل موقع، بس هو ما بده يغلب حاله ويمسك التلفون ويسأله ما هو معنى كذا أو أين يوجد موقع كذا. في فرق بين ما تكون إنسان ما جربتش هاي الشغلة أو ما بتفهم فيها، وهذا إشي مش عيب بالمناسبة، وبين ما تكون إنسان قليل حيلة أو كسول أو بدك كل واحد يعطيك المعلومة بالمعلقة. فإنت قبل ما تسأل محمد ناصر أو غيره طبعا، اسأل جوجل، اسأل يوتيوب، اسأل فيسبوك، اسأل أي موقع بالدنيا، ما لقيت الإجابة بتيجي بتسأل الناس. وراح أعطيكو كذا مثال في هذا الفيديو على مواقع وتطبيقات بتساعدكو كثير في شغلات ممكن تستفيدوا أكثر ما إنكو تسألوا الناس، لأنك بدك تلاحظ إنه كل إنسان بنصحك من تجربته الشخصية. أنا لو سافرت على دبي مثلا وما عرفتش أجمع قرش، راح أقول لكل الناس لا تروحوا على دبي، هاي مقلب كبير، المعيشة فيها غالية، كل اللي هناك قاعدين بعيطوا من الجوع، لو قعدت فيها 1000 سنة ما راح تعرف تجمع قرش. لو أنا رحت على قطر وحوشت، راح أقول لكل الناس اطلعوا على قطر، نصيحة، هذا مشروع عمرك، هذا أحسن قرار ممكن تتخذه بحياتك، كل اللي هناك مبسوطين. فإنت لا تسمع من بني آدم واحد، لأنه غالبا راح ينصحك من تجربته الشخصية. لو بدك تسمع اسمع من 10 وشوف إذا الأغلبية قالوا أو الأغلبية قالوا لا. وقبل كل هالحكي في جوجل مثلا، أنت بدك تعرف عنوان معين، ليش أسأل صاحبي اللي قدم البرومترك تبع قطر وين قدمته؟ مش معك تلفون؟ امسك التلفون واكتب على جوجل أين يتم تقديم امتحان برومترك قطر، في قطر أو في عمان أو في أي مكان، راح أطلع لك أسماء كل المراكز وكل واحد عنوانه وكل واحد اللوكيشن تبعه على الخريطة، وكل واحد أي ساعة بيفتحه أي ساعة بسكر. ولما تدخل على كل موقع منهم راح تلاقي انه شو المواعيد المتاحة للامتحانات، هذا عنده جلسة كل يوم، هذا عنده كل اسبوع، هذا عنده كل شهر، هذاك بأخذ مثلا 200 دينار على الامتحان، هذا بأخذ 190، هذا بأخذ 210، انت شوف شو اللي بناسبك ماديا وزمانيا ومكانيا واختاره. ممكن انا اكون اقدم في مركز بأخذ فلوس كثير، ممكن اقدم في مركز ظروفه سيئة ما فيش فيه كونديشن، العمال اللي فيه بفهموش عربي، فانت بتروح تقدم في مكان احسن مني. لو بدك تعرف عنوان اي مكان خصوصا محل او سوبر ماركت او عيادة دكتور او اشي زي هيك، اسأل خرائط جوجل، ادخل على خرائط جوجل قل له عيادة الدكتور فلان، مش راح يعطيك بس الموقع، راح يعطيك اي ساعة بفتح واي ساعة بسكر، وفي اشي اسمه ريفيو راح تلاقي 1000 تعليق عليه، اقرأ نصها بس وشوف اذا اغلب الناس بيقولوا عنه دكتور شاطر ولا اغلبهم بيقولوا عنه مش نافع. ولو انت دخلت على خرائط جوجل راح اقول لك شو اقصر طريقة من بيتك لعيادته، وبتقدر تحفظ هذا الطريق وتحفظ اللوكيشن تبعه، وبتقدر تبعته للناس الثانية سواء على الواتساب او على الماسنجر او باي طريقة. بدك تصحى بدري على شغلك، لا تجي تقول لي رن علي بكرة صحيني، ما في اختراع اسمه منبه في التلفون. هل انت ناسي مواعيدك؟ في اختراع اسمه كالندر، التقويم، حط رسالة تذكير، او اذا عندك ايفون بسموها ريمايندرز. يعني مش منطق تعطي كتاب لواحد مثلا يستعيره منك رجع لك اياه بعد 1.5 سنة ويشوفك كل يوم ويسهر معك ويقول لك يا الله نسيته، على كان على الترابيزه جنب الباب كنت بدي اخذه معي. طب حط رساله تذكير قبل ما تطلع من الباب 10 دقائق، خايف تضيع رقم مهم او صوره مهمه او نسخه من جواز السفر او نسخه من شهاده الجامعه او الوثائق الهامه هاي. بكل بساطه صورها واحفظها على التلفون، اكتبها على ورقه وخليها في مكان معين ما تضيعش، انقش على باب الخزانه. بلاش لو تلفونك صار فيه اشي، لو الميموري نزل عليها فيروس، في اختراع اسمه كلاود. يعني في ناس بكون مقدم هجرة على امريكا مثلا وبقولوا له في رقم واحد اللي هو رقم الطلب تبعك، لما ترجع بعد 6 اشهر تستفسر عن الطلب تبعك بتحط هذا الرقم بيطلع لك انقبلت ولا لا. انت شو مستني من واحد مش عارف يحفظ رقم مكون من 10 او 12 خانة؟ شو بده يروح ينيل في امريكا؟ هذا مش عارف تصوره وتحفظ على تلفونك 6 اشهر؟ في ناس بعبي الطلب اللي هو بالانجليزي
بيجي بعد 6 أشهر بقول لك اكتب لي ناصر بالانجليزي، انت مش عارف تكتب اسمك او اسم ابوك؟ انت دخلت على المستشفى، فتحت السيستم تبعك، طبعا حاليا تقريبا ما في مستشفى فيه الملفات ورقية، كله على الكمبيوتر. هل منطق اقعد استنى فيك نص ساعة وانت بتفتح بالسيستم لانه معاليك ناسي الباسورد تبعك؟ الباسورد تبعك مش تبعي، كيف ناسي مش فاهم. لو انا محتاجك في شغلة وقلت لك اول ما تخلص الشغلة الفلانية رن علي، ما بديش حدا يقول لي معيش رصيد، لانه كل الناس اللي معوش رصيد معاند. تقدر ترن علي مكالمة صوتية من واتساب، من ماسنجر، من ايمو، من تليجرام، من اي نيلة. تقدر ترن علي مكالمة فيديو من كل التطبيقات اللي جبت لك سيرتها. فلا تقول لي معيش رصيد، اذا ما معك رصيد معك نت، ما معك نت في مسج واتساب مش راح تكسرك. لو دخلت على مكان عمرك ما دخلته قبل اليوم وبتسأل وين القبلة، في شيء اسمه البوصلة بالتلفون، بتنزل برنامج تحديد القبلة على تلفونك وبتشوف وين القبلة بكل بساطة. لو رحت على مكان او سافرت على بلد انت ما بتعرف مواقيت الصلاة فيها، او بلد مش اسلامية مثلا، تقدر تنزل برنامج مواقيت الصلاة، بقول لك الأذان العصر بيأذن الساعة الفلانية، المغرب الساعة الفلانية، الفجر الساعة الفلانية، ولا تسأل ولا تدور. أنا لما سافرت على الهند قعدت في منطقة كلها هندوسيين، بكل بساطة نزلت تطبيق إمتى مواقيت الصلاة وصرت أحسب بزيادة دقيقتين، بلاش يكون فرق بين ساعتي وساعتك، وصلي. بدل ما تيجي تقول لي أنا مش لاقي شغل في بلدي، أو أنا بدي أشتغل برا، إذا في حواليك شغل احكي لي، معك تلفون. في مليون موقع بعرض وظائف للخليج، وظائف في بريطانيا، وظائف في كندا. للتمريض بالذات كل بلاد الدنيا فيها نقص. أمريكا طالبة أكثر من 900,000 ممرض، بريطانيا طالبة أكثر من 38,000 ممرض، كندا طالبة رقم كبير برضو، أستراليا طالبة أكثر من 25,000 ممرض. الخليج كل شهرين أو ثلاث بعمل مقابلات وباخذ ممرضين. لا تقول لي بس يطلبوا احكي لي، هم بس يطلبوا مش راح يرنوا علي يقول لي إذا في حواليك حدا بعت لنا، إحنا مش مداومين على بسطة بطاطا. تابع المواقع، تابع صفحات شركات التوظيف سواء على فيسبوك او على غيره، اعمل في تطبيقات ومواقع مخصوصه للتوظيف زي لينكد ان وزي نوكري جولف وزي غيرها، اعمل اكاونت على كل واحد فيهم، واي مستشفى بشوف السي في تبعتك وبتعجبه هو راح يرن عليك ويقول لك في مقابله بكره تعال. على سيره الوظائف، اكثر من واحد او اكثر من 50 واحد قالوا لي انا بعرفش اعمل سي في. مع احترامي لكل الناس، انت كيف معتبر حالك ممرض، او كيف معتبر حالك بني ادم؟ هذه مهارات اساسية المفروض انت ممرض او طالب تمريض سنة ثالثة مش رابعة تكون حافظها زي اسمك. المفروض انت تتخرج من الجامعة مجهز سي في وكل سنة بتشتغلها، بتضيف سطر او سطرين عليها. مش عمرك 30 سنة 40 سنة وصل لك 20 سنة بتشتغل وبتعرفش السي في كيف بتنعمل. وعلى كل راح اعمل لك فيديو كيف تعمل سي في احترافية، واي واحد بيسألني راح اقول له احضر هذا الفيديو، انا مش فاضي اضل اعيد للكل. لو انت مش لاقي شغل او بتشتغل في وظيفة واحدة ومش ملاقي شغل ثاني بعد الظهر، او انت بتشتغل وراتبك مش مكفيك، برجع بقول لك تلفونك شو بيعمل في ايدك. في 1000 شغلة بتقدر تعملها على تلفونك وتكسبك فلوس. في مواقع زي مثلا ريد بابل، هذا بتعمل تصاميم، هم بصيروا ينزلوها على مقاط، على بلايز، على طواقي، على شناتي، على كل اشي، ويبيعوا. كل ما يبيعوا قميص هم بيبيعوا ب$30 لك منهم 6، كل ما يبيعوا مج هم بيبيعوا ب$4 لك منهم 1، وهكذا. والحلو فيه التصميم بضل على النت طول العمر، يعني انت بتعمل لك 1000 تصميم وبتنساهم وكل يوم بيدخل عليك 30-40 دينار هيك من الهواء. مثلا في مواقع زي شاترستوك، انت بتروح على مكان معروف عالميا زي البتراء، زي جراش، زي البحر الميت، زي الاماكن اللي كل الدنيا هاي بتيجي عشانها سياحة، وبتصورها 5-6 صور احترافية بعدسة نظيفة بطريقة حلوة، اتعلم كيف الناس بتصور الصور بدقة وباحترافية عالية ونزلها على شاترستوك. تقدر تنزلها مجانا او بفلوس، انا مستعد اصور 1000 صورة لكل مكان بروحه وانزلها على هذا الموقع، واي واحد بده ينزل صورتي من هذا الموقع بده يدفع $6 أو $7 للموقع، انا الي فيهم 1 أو 2. تخيل ترمي لك 10,000 صورة على موقع زي هيك وكل صورة تدخل عليك $0.5 باليوم، بعدها مش راح تشتغل في التمريض اصلا. في طرق كثيرة جدا للربح من الانترنت، هذولا مثال على 2 منهم. لقدام راح اعمل لكم فيديو بالتفصيل عن 20 أو 30 طريقة زي هيك، لكن اصبر علي شوي. لو انت برا بلدك وبتحول فلوس لبلدك عن طريق الصرافة، شو اللي جابرك على هالبهدلة؟ كل ما تحول بدك تروح المحل وبدك تصف على دور وبدك توقع 100,000 ورقة. ما هي كل شركة صرافة بالدنيا عاملة تطبيق على التلفون، وانت نايم في بيتك وحط رجل على رجل بتشرب نسكافيه كبستين زر، تب 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 تب،
هاي 100 دولار او 200 او 500 او اللي هو نتحوله لعمان، برن على اخوي او ابوي او اللي بعت له الفلوس، بقول له ساعتين وبكونوا في العلاونه، روح استلمهم. برضو البنك، كل بنك في الدنيا له تطبيق، وانت نايم في الدوحه او في دبي او في السعوديه، كبسه تنزل الفلوس تحولوا من حسابك البنكي اللي موجود في الخليج لحسابك البنكي الموجود في بلدك. بتكون تارك بطاقه البنك مع زوجتك او مع اخوك او مع اي حدا، بتقول له يومين ثلاث بكونوا عندك، روح اسحبهم. هو تطبيقين البنكين بكون عندك على التلفون، لما يوصلوا هناك بيوصلك مسج. برضو تطبيق البنك بفيدك بشغلات كثير، تقدر تطلب دفتر شيكات عن طريق تطبيق البنك، تقدر تطلب كشف حساب مفصل، تقدر تطلب قرض من تطبيق البنك لما يجهز بيقولوا لك راجع البنك استلمه، تقدر تدفع فواتيرك على التلفون عن طريق تطبيق البنك، تقدر تتفق مع البنك ومع شركة التلفون وشركة الكهرباء وشركة المي انه الفاتورة اول ما تنزل تنسحب تلقائيا من رصيدة في البنك، وادفع اول باول بدون ما اعرف. بتروح على المول ليش؟ تقدر تطلب اونلاين، والبضاعة اللي بتطلبها بتوصلك لباب البيت ديليفري. في بعض المتاجر زي سنتر بوينت مثلا، اذا الاغراض فوق 200 ريال يعني 40 دينار اردني التوصيل مجانا. ليش انت ما بتستفيد من جوجل؟ سؤال. بدل ما تيجي تقول لي مباراة المنتخب شو صار فيها، افتح جوجل اكتب المنتخب الاردني، راح يطلع لك اخر مباراة او المباراة اللي هسه شغالة، بقول لك حاليا هم في دقيقة 67، النتيجة 1-1 لحد الان. اي منتخب بالدنيا، اي نادي بالدنيا راح تلاقيه على جوجل لايف. اسعار العملات، بدل ما تقول لي انت راتبك 9000 ريال قديش بالاردني، ادخل على جوجل واكتب اسعار العملات، ريال قطري دينار اردني، بيطلع لك مربعين، بدل واحد اكتب 9000، شو قديش بيطلع بالاردني. احوال الطقس، هسه انا مثلا بدي اطلع من الاردن للهند، صارت فيه بالضبط زي هيك، طلعت من الاردن يوم 3/12 كانت الحراره 12 والمطر للركب، وصلت الهند كانت هناك الحرارة 39 ورطوبة 80%، وكويس اني سألت جوجل واخدت معي صيفي. بس التوقيت في البلاد الاخرى برضو اسأل جوجل. بدك تحكي مع ابن عمك اللي في امريكا، افتح على جوجل اكتب له التوقيت الان في سان فرانسيسكو، التوقيت الان في نيويورك، راح اقول لك ابن عمك هسا عنده الساعة 3 الفجر، استحي على دمك واحكي معاه في وقت ثاني. لو بدك تترجم كلمة برضو في اشي اسمه ترجمة جوجل، وعليها اكثر من 100 لغة، وبتقدر تنزل تطبيق منفصل اسمه جوجل ترانسليت بترجم لك اي كلمة من اي لغة لاي لغة. لا تسأل احد شو معنى كلمة كذا. لو بدك تعرف معلومة عن اي اشي بالدنيا او اي شخص بالدنيا او اي شخصية تاريخية او اي دواء او اي اشي، في اشي اسمه ويكيبيديا. من ناحية طبية ويكيبيديا لا يعتبر مرجع دقيق، لكن لو واحد قال لي شو بتعرف عن نابليون بونابرت، بعرفش غير اسمه، اي سنة مات، اي سنة ولد، شو بعرفني. كمعلومات عامة، ثقافة عامة، معلومات بسيطة سطحية، تقدر ترجع لويكيبيديا. لو انت حابب تتعلم اي اشي بالكون مهما كان بسيط، تقدر تتعلمه من اليوتيوب. في ناس فاتحة قنوات على اليوتيوب كيف تركب الرسيفر وكيف تشبكه بالصحن وكيف تجيب القناة اللي بدك اياها والقمر اللي بدك اياه. في ناس فاتحة قنوات على اليوتيوب كيف تزرع وكيف تطعم المزروعات وكيف تخلي شجرة التين تطلع لك ثمار للأسكدنية. في ناس فاتحة قنوات على اليوتيوب عاملة ريفيو لكل المسلسلات والأفلام اللي بالدنيا، بقول لك هذا كويس ولا مش حلو قبل ما تشتري الفيلم أو تدخل على السينما على الفاضي. في ناس عاملة قنوات على اليوتيوب كيف سواء أشغال نجارة، أشغال حدادة، إذا بدك تعمل أشكال حلوة، إذا بدك تعمل ورود، هدايا، مجسمات، تماثيل، إذا حابب تعمل تحف معينة تصير تبيع تستفيد من حقها. كل إشي بالدنيا موجود على اليوتيوب. لو أنت حاب تهاجر على أمريكا، في أكثر من 1000 قناة أصحابها عرب بيحكوا عن الحياة في أمريكا، تابع واحد أو اثنين منهم بتفهم لما تصير هناك شو راح يصير فيك. وكذلك الأمر لو بدك تطلع أستراليا، لو بدك تطلع على كوريا الجنوبية. أنا متابع قنوات لناس مصريين ساكنين في ساحل العاج، متابع قنوات لناس سعوديين ساكنين في بريطانيا، متابع قنوات لناس يمنيين ساكنين في هولندا، بحب أتفرج على ثقافات البلدان الثانية. أما إنه أقدم للخليج وأنا مش عارف الدولة اللي رايح عليها شو اسم العاصمة، لا هذا اسمه هبل. الهدف من كل هذا الكلام، أنا مش قصدي من الفيديو أنك تفهم أنه أنا إنسان عبقري وذكي ومقطع السمك وذيلها وناجح أكبر نجاح في الكون وشايف حالي ومش مصدق وما بدي الناس يصيروا زيي، لا. الهدف أنه علشان تنجح في أي مجال لازم تكون قد حالك، لازم تعرف كل معلومة من وين تجيبها، ولازم تعرف قبل ما تدخل على أي مشروع كيف تدرسه ومن وين تجمع معلومات عنه، ولازم تعرف أنت كممرض بالذات الممرضين عشان تنجح في شغلك
وعشان لما تدور على شغل تنقبل بدك تعرف تسوق لحالك صح، بدك تعرف تترجم شهاداتك صح، بدك تعرف تعمل سي في بطريقة صح، بدك تعرف كيف تدخل على المقابلة وتعجبهم صح. فلازم تتعلم لغة، لازم تتعلم السي في كيف تنعمل، لازم تتعلم انه تطور نفسك باستمرار، لازم تتعلم انه بدك تقابل لمستشفى، بدك تفوت على موقع على الانترنت، بدك تتعلم عنه كل اشي، وبتروح وانت واثق من نفسك وبتنقبل من اول مقابلة وبتتشرط وبتطلب الراتب اللي بدك اياه. اما كل اشي اسأل لي وشوف لي وبعت لي، وكل ما اقول لك الموقع الفلاني بتقول لي بعت لي اللينك، وكل ما اقول لك تابع القناة الفلانية بتستفيد تقول لي بعت لي اللينك. لا يا حبيبي، انت الشغلة شغلتك والمصلحة مصلحتك، فوت ودور عليها. انا ممكن ابعت لك لينك والثاني والثالث، بس انا عندي حياتي وعندي اولادي وعندي مستشفياتي وعندي شغلي وعندي احلامي وعندي مشاريعي، مش فاضي اجي اعيش حياتك بدالك. بدك تنجح روح دور على النجاح، ما حد راح يدعمك ولا حتى اخوك. بتمنى تكون الرسالة وصلت، ويا ريت لو نشوف كل الناس ناجحين، ما حدا بكره الخير لحدا، لانه ما في حدا باخذ رزقة حدا. في النهاية لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، ولو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله.